مقتل 4 مدنيين وإصابة آخرين جراء قصف جوي روسي استهدف بلدتي بسقلة ومعرة حرمة بريف إدلب الجنوبي. مجموعة العمل لأجل فلسطيني سوريا تقول إن قوات روسيا والنظام تواصل البحث عن رفات جنود إسرائيليين قتلوا في لبنان عام 1982 ويعتقد أنهم دفنوا في مقبرة مخيم اليرموك جنوب دمشق. الجيش الوطني يبدأ حملة أمنية لملاحقة مطلوبين في مدينة جرابلس شرق حلب ويفرض حظرا للتجول في الشوارع. صحيفة النهار اللبنانية تقول إن 3 غارات إسرائيلية استهدفت موقعا للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في منطقة قوساية في البقاع الأوسط اللبناني فجر اليوم. رئيس أركان الجيش الإيراني الأميرال حبيب الله سياري يقول إن طهران أرسلت بارجة برفقة حاملة مروحيات إلى خليج عدن لحماية الملاحة البحرية. هيئة تنظيم مركز قطر للمال تقول إنها فرضت غرامة مالية قدرها 200 مليون ريال قطري على بنك أبوظبي الأول لعرقلته تحقيقا يتعلق بالاشتباه في التلاعب في السوق. عمال محلات بقالة في 3 متاجر مختلفة في واشنطن يعثرون على 23 كيلوغراما من الكوكايين تقدر قيمتها بأكثر من $1 مليون داخل شحنات موز مخصصة للبيع.